الرحمن الرحيم للبيع شقة في منطقة يالنجك. طبعا الشقة في الدور الثامن، زي ما شايفين الدور الواحد فيها شقتين والعمارة فيها مصعد. الشقة جديدة صفر، مساحتها 170 متر مربع، رقم الشقة 17. هي عبارة عن 3 غرف صالة، مساحتها 170 متر مربع. هنا مدخل الشقة، هذه البوابة الرئيسية. طبعا على يميننا مباشرة وعلى يمين المدخل، وعندنا المطبخ، دواليبها راكبة جاهزة زي ما شايفين. وعندنا هنا بلكونة الأمامية مشتركة بين المطبخ والصالة، إطلالة كاملة على البحر والمدينة. ومجمع سكني متكامل في منطقة يالنجك، تبعد عن المطار 5 دقائق فقط. طبعاً حوالينها أغلبها مجمعات فلل، وهذه الإطلالة الأمامية قريبة من المطار، قريبة من جواهر مول، فندق النوفوتيل، إطلالة كاملة على المدينة أيضاً على البحر. طبعاً مجمع سكني متكامل، فيها مساحات خضراء زي ما شايفين، جلسات عائلية، حراسة أمنية، كاميرات مراقبة، أيضاً فيها مسبح. هذه البلكونة ما شاء الله كبيرة وشرحة. عندنا هنا المطبخ، طبعا مفتوحة على الصالة، نظام أمريكي. هنا عندنا الصالون، أيضا إطلالتها الكاملة على البحر، إطلالة بانورامية على البحر والمدينة. تمديدات التكييف جاهزة فيها. نشوف توزيع الغرف، عندنا هنا دورة المياه الأولى، وهنا دورة المياه الثانية. هذه الغرفة الأولى، مساحة كبيرة وشرحة، أيضا لها بلكونة بإطلالة جميلة على المزارع الخلفية. هذه الغرفة الثانية، أيضا لها بلكونة مشتركة بين الغرفة الرئيسية والغرفة الثانية. هذه إطلالتها، أيضا لها إطلالة جميلة على المزارع والطبيعة. تمديدات المكيف، هنا عندنا المسبح، أيضا ألعاب أطفال، يوجد جلسات عائلية داخل المجمع. قريبة من الشارع الرئيسي والمواصلات. هذه غرفة النوم الرئيسية بإطلالة خلفية على الطبيعة، دورة مياه كاملة أيضا خاصة بغرفة النوم الرئيسية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.